بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة النهاردة عن تعامل بالرحمة مع جميع المخلوقات، يعني أي مخلوق تتعامل معاه برحمة. احنا ديننا دين سماحة، ودين الإسلام دين سماحة، ودين والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا وعرفنا ان الرفق بالحيوان، وعرفنا الرفق بالانسان، والرفق باي مخلوق واي روح. وقال لنا ان في واحده ست ماتت، امراه دخلت النار في هره عشان حبست القطه، ما عذبتهاش بس حبستها، لا اكلتها ولا شربتها. الحمام اللي قدامنا ده يا جماعه انا لقيتها امبارح في الشارع مصابه بهزه، طبعا قعدت الشقلب كده وعماله تلف حوالين نفسها، حاولت اطيرها، فوجئت لقيتها تطير وتقوم واقعه في الارض وبتلف حوالين نفسها. حاولت ان انا احط لها اكل او شرب، طبعا ما فيش لا اكل ولا شرب، ولا بتاكلش ولا بتشرب، وكل وحتى بوقفها على الارض كانت بتتقلب وتقع على الارض. دي روح ومرميه في الشارع، ممكن عربيه تدوسها، ممكن عيل صغير هيمسكها يضربها يموتها، حرام. طبعا صاحبها طبعا لقاها عندها الهزه رماها في الشارع. انا كل اللي عملته حبست حبست الحمامه زي ما انتم شايفين اهي، حطت لها اكل وشرب، طبعا ما كلتش امبارح. قمت ماسكها انا زققتها بنفسي، جبت لها دواء من بتاع البرد، دواء اللي هو البيطري بتاع البرد ده، وقمت حاطط لها في الميه وديت لها، وجيت على الودان بتاعتها، في كل ودن نقطه اكسجين، ميه اكسجين بالسرنجه، وسبتها في الشمس لان الشمس بتقتل اي ميكروب. سبتها في الشمس، كان بعد العصر يعني شوية الشمس اللي هم بعد العصر دي، وحطيتها زي ما انتوا شايفين. النهاردة الصبح طلعت حطيت العلف، لسه بحط لها العلف، لقيتها بتاكل وبتشرب، واقفة جميلة جدا، والهزة في حاجة بسيطة في رقبتها بس بدأت الهزة تروح. يعني معنى كده انها بتتعالج هي، وممكن نعالجها. مش اي حاجة تصاب عندك ترميها في الشارع وتشيل ذنبها، لو عربية دستها هتشيل ذنبها. يعني حاجة اتصابت عندك ومش قادر تعالجها، احبسها سيدي في حاجة وحط لها أكلها وشربها، واحبسها في مكان لوحدها، احجزها في مكان، خفت خير وبركة، ماتت يبقى نصيبها كده. إنما معلش لو أنت مش قادر تعالج، إنما لو معلش ما ترميش في الشارع. أنت بترمي مخلوق وروح ربنا اللي خلقها، أنت بترمي في الشارع ليه؟ رميك في الشارع وان انت ترميها في الشارع انت شلت ذنبها. فمعلش يا جماعه، دي حلقه حبيت اشوفها لاني بشوف الاشكال الحاجات دي كتير، وعلى فكره وعملت الموضوع ده كتير، الاقي حمام مقابلني في الشارع مرمي، او الاقي طب انا بقوم حابس الحاجه وحاطط لها اكل وشرب، والله ماتت خلاص ما اقدرش اعمل لها حاجه، بس بعمل اللي بقى ربنا يقدرني عليه. انا كل الموضوع حطيت في الميه علاج للبرد، لان دي كانت حلقة النهاردة، وحبيت اقول لكم بس واعرفكم اللي حصل، وياريت اللي عنده حاجة بعد كده او يتعامل معها بالرحمة، احبسها في مكان يا سيدي وحط لها اكلها وشربها. ومعلش الحلقة النهاردة غريبة شوية عن الحمام او عن المخلوق، بس يا رب تكون الحلقة استفدنا منها او الحلقة مفيدة. ودي كانت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.